شكرا للزميل يزيد. نذكر بأن صاحبة أفضل توقيت ما زالت راية لسلامة بن سعيد البلوي بتوقيت زمني ممتاز 6:22 و12 جزء من الثانية، ومع انطلاقة شوط الختام أيها الأخوة يسرني أن أنقل الكلمة للزميل فالح بن حمود البلوي، نتمنى له التوفيق ولكم أجمل وأسعد اللحظات. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، انطلاقة الشوط الختامي وختامها مسك، انطلاقة الشوط 17 المخصص للبكار من مسافة 4 كيلومترات. كل الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة لهذا المهرجان على هذا التنظيم الرائع وعلى هذه الانطلاقات المميزة والسليمة، وإن دل هذا الشيء فإنما يدل هذا الشيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بجهود اللجنة المنظمة الذي دائما وأبدا تسعى لتنظيم رائع وانطلاقات سليمة وموفقة بإذن الله تعالى. ما هي إلا لحظات ونوفيكم بنتيجة المراكز المتقدمة. نشوف اللي الآن تسيطر في المركز الأول، اللي الآن تسيطر اللي هي الباسلة، الباسلة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم تسيطر في المركز الأول، وتعود ملكية الباسلة للسيد سعيد بن راشد بن راية المري، الآن تسيطر في المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، الشاهنية للسيد مطر بن عميرة الشامسي، الآن تسيطر في المركز الثاني. المركز الثالث اشتعال للسيد حمد بن حسين البريدي. المركز الرابع العبور للسيد راشد بن المر بن حلوة، الآن تسيطر في المركز الرابع. المركز الخامس، نشوف اللي الآن تسيطر في المركز الخامس اللي هي ضيفة للسيد محمد بن هادي الشهواني، الآن تسيطر في المركز الخامس. وهذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، ونعود إلى شعار بالراية. يا سلام يا سلام، الباسلة الباسلة، ويبدو لنا أنها تنحدر من سلالة الباسل، يبدو لنا من خلال اسمها أنها تنحدر من سلالة الباسل بعير السيد عامر بن سعد الرفادة، ذلك البعير المعروف وغني عن التعريف. يا سلام الباسلة مشاهدينا أيها الحفل الكريم، تسيطر في المركز الأول وتريد أن تختم هذا الشوط، نتمنى لها التوفيق ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق. الباسلة تعود ملكتها للسيد راشد بن سعيد بن راية المري، الآن تسيطر في المركز الأول، ولكن نشوف اللي الآن تسيطر في المركز الثاني، اللي الآن تسيطر في المركز الثاني سرابة لسالم العفاري، الآن تسيطر في المركز الثاني. المركز الثالث اللي هي الشاهنية لسيد مطر بن عميرة الشامسي، الآن تسيطر في المركز الثالث. المركز الرابع، الله، شعار السيد راشد بن المر، شعار السيد راشد بن المر بن حلوة، الآن تسيطر في المركز الرابع. يا سلام، وانتظروا مفاجآتها. المركز الخامس اللي هي للسيد راشد الظبي، للسيد راشد بن عمير النعيمي، الآن تسيطر في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، والشوط الختامي، الشوط الختامي، وختامها مسك، وختامها مسك، ولكن نعود إلى سرابة للسيد سالم بن متعرض العفاري، الآن تسيطر في المركز الأول، وبالفعل تعرض لها العفاري. إن لم يكن لبالراية تعبير آخر، إن لم يكن لبالراية تعبير آخر. يا سلام يا
سلام اللي ما زالت التبادل المركز الاول والمركز الثاني. بن متعرض وبن رايه كلهم يتعرضون الاخر. وهل ترى هل ترى؟ ولكن يا جماعه دير بالك يا بن رايه ويا بن متعرض هنالك الشعار المعروف شعار السيد راشد بن المر بن حلوه. يا سلام في المركز الثالث انتظروا مفاجاته. المركز الرابع الشاهنية لسيد مطر بن عميره الشامسي. المركز الخامس اللي هي طلايب للسيد محمد بن ذروه المري. ولكن نعود إلى الصدارة وارصد لي يا مخرجنا الباسلة في المركز الأول. يا سلام يا سلام الباسلة سعيد بن راشد بن رايه المري. يا سلام انطلقت في المركز الأول انطلقت في الصدارة. المركز الثاني سراب لسيد سالم بن متعرض العفالي. ولكن روح يا مخرجنا ارشد لي الباسلة الذي انطلقت في المركز الأول وسلالة الباسل سلالة الباسل. الله يمسيك بالخير يا الباسل. تهانينا لأبناء المملكة العربية السعودية على فوز الباسلة في المركز الأول. المركز الثاني سراب سالم بن متعرض العفاري. المركز الثالث اللي هي غاية للسيد جابر بن علي بن جمعان. المركز الرابع العبور السيد راشد بن المر بن حلوة. والمركز الخامس مستعدة للسيد قناص بن محمد بن قناص العامري. وختامها بالفعل مسك. تهانينا إلى أبناء المملكة العربية السعودية على فوز الباسلة في المركز الأول. تهانينا للسيد راشد بن المر للسيد راشد بن راية المري على فوز الباسلة في المركز الأول. المركز الثاني حصلت عليه سرابة سالم بالمتعرض العفاري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني للباسلة التوقيت الزمني 6:34:21 جزء من الثانية. المركز الثالث حاملة رقم اللي حاملة رقم 45 غاية لسيد جبر بن علي بن جمعان. قطعت المسافة 6:35:14 ثانية. تهانينا والناموس.